دلوقتي ده الحجم الأكبر من الوردة اللي أنا عملتها دي، وهنعملها بغرزة مختلفة. هنا كان تقفيلة الوردة من النص، هندخل في أي جنب، بس المرة دي هنخش في الجنب. اوكي، المرة اللي فاتت في الوردة دي احنا دخلنا من قدام السن، هنخش بقى المرة دي من جنب السن. دخلنا من هنا وهندخل وهنخرج من هنا. ندخل كده ونشد، هندخل من هنا ونشد كويس ونخرج من هنا. نشد كويس، هندخل من هنا ونخرج من هنا. نشد كويس ونرحلها لقدام، لان احنا هنعمل سطرين. ندخل من هنا ونخرج من هنا. وهكمل للنهاية. كده ده اول سطر في اللفة، في اللفة اللي لونها لبني خلصتها. اللي حابب يقف على كده يبقى كويس، اللي حابب يكمل سطر تاني معايا هبدأ اشتغل لفة كمان عادية. زي ما اتفقنا بنخش من هنا ونخرج من هنا. بنخش من هنا ونخرج كده. وهكمل كده سطر كمان. كده خلصت. اهم حاجة بس اربط دول كويس جدا عشان ما يفكوش. اخرجها خلاص كده. بقى كده عملت لكم شكلين من الورد بحجمين مختلفين من النول.